كنت باقا كنعقل كنا غاديين وحنا تنبكيو حيتاش كنا عارفين بلي اشنو غادي يدوز علينا من العذاب. وبدا كيعفس ليها على وجهها حتى عمر بالدم. ملي فقت مسكينه ما بقات عاقله على والو. انا خواتاتي غير تنغوتو تنبكيو رجعنا وغادي نرجعو لنفس العذاب. شويه غادي يسد ليا فمي، ما كنتش عارفه بلي انه كان خصني نغوت، وديك الوقت تيكون مقطوع وتيكون عصبي اكثر واكثر. قال هذاك السبيطار هو اللي خرج عليك، سيري داك القنت ولدي. مشات سرحات فوق واحد السداري وقالت لي بنتي ولديني فين غادي يدفنوها؟ هنا بحال يضربني الضو. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنت جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار كيف العاده الدار دارك. صاحبه حكايتنا الليله غادي ناخذ لها اسم مستعار من هذوك اللي كتقترحوا عليا في التعليق لتحت، واللي هو نورا. كتقول نورا انا تزاديت في الباديه، ماما ولدت سعود ولكن غادي يموتوا ليها ستة، وبقينا حنا بينا ثلاثة ديال البنات. حليت عيني ما بين ماما وبابا اللي كانت يضربها ديما مسكينة، مع العلم أنه مت ماما كانت كتقول لي بلي أنهم مك وباك كانوا كيتباغوا قبل ما يتزوجوا، ولكن غير هما تزوجوا غادي يتبدل عليها بزاف، مع العلم أنهم ولاد العائلة من ولاد العم. في الأول كنا عايشين مع العائلة ديال بابا، ولكن موراها فاش تحولنا النواحي نتاع مدينة واحدة أخرى غادي نسكنوا بوحدنا. كنت باقا كنعقل كنا غاديين وحنا تنبكيو حيتاش كنا عارفين بلي اشنو غادي يدوز علينا من العذاب مع بابا. على الاقل فاش كنا مع العائله ديال عمي وجدي كانوا تيدافعوا علينا. رحلنا لواحد الدار اللي كانت بحال شي براكه ما فيهاش الباب، وبيت واحد اللي كان مفرش اللي كنا كنعسو فيه كاملين، كانت حدانا غابه ومقبره وشويه ديال الجيران. بقينا هكاك بداك العذاب، وبابا كان مهووس انه يضربنا على ابسط حاجه، خصوصا نهار الجمعه الصباح ما تيكونش خدام، تيبقى غير واقف علينا، واللي تململات فينا كيعطيها. اما ماما مسكينه كانت يضربها كل نهار. بقى نعقل واحد النهار بقى كيضرب فيها وهي حامله حتى سخفات، وبدا كيعفس ليها على وجهها حتى عمر بالدم. وهو بحال تخلع فاش شاف داك الدم، مشى تيجري جاب ليها بصله شممها ليها وهي تفيق. ملي فقت مسكينه ما بقات عاقله على والو، كتقول لنا غير شكون نتوما وفين انا. انا خواتاتي غير تنغوتو تنبكيو. من بعد شي ساعه عاد غادي توقد بقوة داك العنف اللي تعرضت ليه مسكينه، غادي تمشي لعند امها اللي هي جده وغادي يمشيو معاها. فهاديك الوقت با او بابا جا باش يرجع ماما، ما بغاتش وبقى كيجرني باش يديني انا، حيت اذا مشيت ماما غادي تتبعني وما غاديش تقدر تخليني ليه. كنت نعقل هو يجر من يد وجدو ماما كيجرو من يد، في اخر المطاف غادي يمشيو معاه. اختي الكبيره هربات باش ما تجيش معانا، رجعنا وغادي نرجعوا لنفس العذاب. في الابتدائي ديالي كنت كنقرا في واحد المدرسه اللي كنا خاصنا ندوزو ليها من وسط الشجر. واحد النهار غادي نمشي بوحدي حيت كنت مولفه كنمشي مع اختي، ولكن اختي منين هربات وبقات عند جده ولات كتمنك على المدرسه، يعني انا ما بقى كيرافقني حتى شي حد. هاد اللحظه غادي نتلاقى مع واحد ولد الجيران، بدا كيتقرب مني شويه غادي يسد ليا فمي، وغادي يوقع داكشي اللي وقع، لدرجه انني حسيت بواحد الوجع رهيب في كرشي. ما كنتش عارفه بلي انه كان خصني نغوت، اولا هاد الامر كيتسمى باختصاب اولا غادي ياثر لي على مستقبلي. ما كنت عارفه والو حيت حتى شي حد عمره ما نصحني ولا نبهني. بقيت ساكته ما قدرت نقولها حتى شي حد. حاليا وانا كبيره فاش كنتفكر المستقبل وبلي اذا شي حد جاي يتقدم ليا كيفاش نقدر نوصل لهاد ولد الناس، هادشي اللي دست منه، هادشي مخليني انني نلغي الزواج بسبب هاد النقطه اللي دست منها. داز هاد اللحظه، غادي يجي رمضان تاع 2012 وكتكون الحاله ديال با كفس لانه هو تيكمي وكيتعاطى، وديك الوقت تيكون مقطوع وتيكون عصبي اكثر واكثر، تيبقى ناعس حتى للربعه ديال العشيه وكينوض. فاش كنوجدوا الفطور تيجي تيجلس كيتبند قدامه. حنا كنا مازال صغار ما لحقش علينا الصوم، كان تيبززو علينا. استاذ رمضان بقى نعقل غادي نفيقوا عادي انا واختي الصغيره وماما، جمعنا الدار مع ديك الربعه ماما غادي يشدها الوجع ديال الولاده وهي مازال ما دخلش الشهر ديالها. با كان ناعس، فاش مشات عنده قالت ليه راه بغيت نمشي للسبيطار. قال هذاك السبيطار هو اللي خرج عليك، سيري داك القنت ولدي. مسكينه بداك الم المخاض اللي فيها غادي تنزف في الدم، وعرفت بلي انه بابا ما معاهش تزيدي في الكلام. مشات سرحات فوق واحد السداري وقالت لي بنتي ولديني. انا ما كنت عارفه والو شنو ندير ليها ولا كيفاش. تخيلوا انا كانت عندي يلاه 9 سنين، والمشكله انه الولد كان ميت في كرشها وهي اللي قالتها ليا، لانه فاش ضربها با من قبل حسات بلي انه ما بقاش كيتحرك. قالت لي اسمعي بنتي اش نقول لك، غادي توقدي معايا وغادي تقواي، غادي تكي لي على كرشي باش انا نقدر نولد. بدات كتغوت حتى خرجت هذاك البيبي وقالت لي جيبي لي المقص، وهي تقطع هذاك الحبل السري ديالها. طلبت مني انني نعقده وعقدته، ولويت هذاك البيبي اللي كان زرق كله وفيه واحد الماده بيضه في واحد الخرقه وحطيت وحدها. من بعدها غادي نوجد باش انني نخرج نجري عند واحد الجيران باش يجيو يشوفوا ماما
هاد الوقت غادي يفيق بابا وحبسني، قال لي سيري جلسي حدا امك. ما عرفتش ما ندير بداك الوجع اللي في ماما. قالت ليه خليها شوف حالتي كيف دايره، ما تسوقش ليها، انا غادي نمشي نهرب من واحد الشرجم. وبديت كنجري حتى وصلت عند واحد المراه، واحد الجاره ديالنا. قالت لي اول حاجه غادي ديري سيري وكلي امك حيت كانت صايمه مع رمضان. مشيت للحانوت وقلت ليه عافاك عطيني الحليب والبيض حيت ما كانوش عندي الفلوس. رجعت للدار خديت لها داك البيض دغيا زربت عليه، ما بغاتش تاكلو، باقا كنعقل. كلات زوج دغمات وحبسات، كتقول لي انا بغيت نموت صايمه. هنا غادي يجيو الجيران يتجمعوا عليها، منهم ثلاثه اللي لقاوني وقفت معاها، وهما عاد بداو كيعاونوها وكينقيو ليها. فهاد اللحظه غادي تسخف، طلبوا مني باش انني نجيب البصله، ودرت ليها راسها فوق من رجليا وبقيت كنشم من هذيك البصله. غير هي كتفيق واحد شويه وكتعاود ترجع تسخف، وباقي لي هاد المشهد ما بين عيني كيف البارح. الجيران غادي يعيطوا على الاسعافات اللي رفضات باش انها تجي، حتى عيطنا على المقدم من تاع ديك البلاصه اللي هو غادي يعيط لهم وغادي يهددهم. غادي يجيو لكن معطلين. هزوا ماما بديك الحاله مع خويا اللي كان ميت. بابا ما كانش يدير حتى شي حركه، ما خلاوناش نمشيو مع ماما. الجيران غيديونا عندهم وغيفطرونا معاهم. واحد شويه غادي تجي واحد المراه اللي عندنا اللي كانت مشات مع ماما للسبيطار. سولتها على ماما قالت لي راه مزيانه غدا الصباح غادي تجي. بقيت كنتسنى داك غدا في الصباح بفارغ الصبر باش نشوفها مسكينه. بقيت مصدعاهم حتى صباح الصباح، بغيت نشوف ماما، بغيت نشوف ماما. مع ديك الثلاثه ديال العشيه غادي يجي واحد خالي. فرحت حيت كان تيصحاب لي بلي انه غيديني عند ماما، ولكن داني عند الجده ديال بابا. بقيت جالسه معاهم شويه ومن جديد كنصدعهم، بغيت نشوف ماما، بغيت نشوف ماما. بقيت هكاك شويه غادي نطلع للدار عند خالي، حيت قلت لكم بلي انه ماما وبابا كيتجاوا مع بعضياتهم. لقيتها عامره بالناس وكلهم تيشوفوا فيا وتيبكيو. انا كنشوف فيهم كنتعجب، تنقول مال هادو. غتجي بنت خالتي قالت لي اجي دخلي تنعسي، واش كاين شي حد تينعس مع المغرب؟ قلت لها لا. وسولت علاش هاد الناس بزاف هنا، شو تيديروا؟ قالت لي رجعوا غير يشوفوا جدك. عاوتاني سولتها راه قالوا لي بلي ماما كاينه هنا، فين هي؟ اللي دويت معاه ما كيجاوبنيش، تيقولوا لي غير سيري تنعسي، ما كاينش اللي عطاني راس الخيط. ما غادي نعرف الحقيقه حتى لديك 10 ديال الليل. مت ماما جات من السفر، غير هي وقفت مع دخل هذا الباب وهي تسول فين غادي يدفنوها. هنا بحال يضربني الضو، سولتهم شكون هذه اللي غادي يدفنوها؟ قالت لي ماماك. ديك اللحظه بحال تشقات الارض وما عرفش شنو وقع ليا. بقيت غير تنغوت لربي اللي خلقني، خفت ضعفيت، ما عرفتش كاع داك الاحساس اللي حسيت به. وهنا كان خصني نتوقد باش نقولها لاختي الكبيره، حتى هي تصدمات اكثر مني حيت ما كانش شايفاها شي 3 شهور هذه من قبل. لغد ليه كانوا المراسم باش انهم يدفنوها، دفنوها وبكيت حتى عييت. من موراها بالضبط 3 ايام من بعد رجعنا عند بابا، حنا البنات بثلاثه دخلنا لقرايتنا، رجعنا ليها من جديد. واحد جارتنا قالت لي نورا بغيت نقول لك واحد الكلام ولكن ما تقولي لتا شي حد. قلت لها شنو هو؟ قالت لي راه ماماك ماتت في الدخله ديال السبيطار، وراه ملي شافها الطبيب ولقاها مضروبه بزاف قال بلي انه داك النزيف اللي جاها بسبب الضريب. وهنا فهمت بلي انه بابا هو اللي كان السبب في الوفاه ديالها. غادي نرجعوا لقرايتنا، بابا ما حبسش هنا، ما انبوش ضميرو اولا قال صافي راني حرمتهم من امهم غادي نحبس من هذا العنف. لا، غادي يستمر العنف ديالو وعلى ابسط الحوايج واتفاهم. باقا كنعقل كنا تنمشيو لواحد البلاصه بعيده انا واختي الكبيره مناش نجيبو الماء، وكنا كنتمشيو غير بشويه علينا. في الرجوع غادي نوصلو معطلين، غير حنا دخلنا ديك البيدوزات ديال الماء شافهم با قال لنا ماشي نتاع دوك العين، منين جبتوه غادي يكبهم لينا كاملين، ورجعنا حتى لذاك العين باش نعاودو نجيبوهم من جديد. تخيلوا كنا هازين 5 يترو كل وحده هزه فينا وتقال، وحنا قليولين في الصحه ديالنا. غادي نهزوهم من الحديده نتاع دوك البيدوزات القدام ديال الزيت، ما ارتاحيناش كاع. غير حنا تندخلوا للدار كنحطوهم ويغوت علينا ويدنودنا نرجعوا نجيبو ما من جديد. غادي يدوز علينا هذاك النهار، ويا ما عذاب ويا ما ضرب ويا ما الام. واحد النهار من بعد عامين على الموت ديال ماما كان جا عندنا وقال لنا غادي نتزوج، وجاب علينا العروسه اللي تزوج بها. ديك العروسه اللي كان جاب كانت ظريفه بزاف ولكن كانت يعاملها خايب. بات هاد العروسه كان كيتحرش بينا انا واختي الكبيره، خصوصا فاش ما تيكونش حد في الدار وما كناش تنفهموا شنو تيوقع. قلتها لاختي الكبيره غتقول لي حتى انا كيدير نفس الحاجات، وللاسف ما كناش تنقدروا نقولوا لشي حد هاد الامور. حتى لواحد النهار غادي نقولوها لواحد بنت عمتي، قالت لينا لا هادشي اللي تيوقع معاكم ماشي مزيان، والمره الجايه اذا تقرب منكم غوتوا ديروا ليه الفضيحه حيت هادشي كيتسمى بالتحرش. المهم هاد مرت با ولدات معاها واحد البنيته غادي تطلقوا حيت بابا ما كانش معاها مزيان ومشات في حالها. وحنا كيف العاده مستمرين وسط المعاناه والجوع، وكنا كنمشيو غير لواحد الجريده اللي كان زرع فيها شي مطيشات مازال ما طايبينش باقيين خضرين كنا كناكلوهم. واحد عمي كنا كنمشيو عنده ونشكيو عليه شنو تيدير لنا با، غادي يعطينا واحد التليفون داك العظيم نتاع شحال هادي، غادي يقول لنا غير هو يضرب لكم
عيطوا عليا. علاش؟ حيتاش بابا كان كيخاف من هاد عمي، حيت بعض المرات كان هاد عمي هو اللي كيدور معاه وكيعطيه الحشيش اعزكم الله، وحتى الكارو باش انه يتسدن. بابا غادي يحصل عندنا داك التليفون وبدا كيقلبو، ياك ما كندويو مع شي براني غير لقى عندنا واحد النمره اللي صراحه عمرني ما حطيتها. التليفون اللي عطانا عمي كانت فيه، سولنا ديال من هادي، قلنا اللي ما عرفناش. انا كانت عندي نمره واحده هي ديال عمي، فجيت نشوف في التليفون اللي كان شاد ش من نمره هادي، غادي يضربني بداك التليفون حتى خرج لي الدم من فمي وهرسوا لينا. حتى لواحد الليله كنا غير حنا البنات في الدار، كنسينو باش انه يدخل قبل ما نعسو، ها هو جاي ها هو جاي، والو. بقينا فايقين حتى للصباح وهو يجي خالي قال لنا باكم راه تشد في الحبس. علاش؟ مشكل انه دار شي شكايه على بات الطليقه ديال بابا، ولقاوها البوليس في الاخير بلي انها شكايه كاذبه، وما يشدوه 3 شهور حيت كذب على البوليس. وهنا غادي تجي مت بابا عندنا باش تقابلنا. لا مرتاحيناش ما تهنيناش، حيت هي دوزت علينا عذاب في نيبان ديال با. كنا نجيو ما لقاوش الماكله، ولا لقيناها كنلقاوها محروقه، اولا ضربنا على ابسط الحوايج. كان عندها واحد الدمال جغلاض وتقال كضربنا بهم للراس حتى كندوخو. كانت كتخرجنا للسوق تعابينا، اه كتقول لعباد الله هادو ما عندهمش عافاكم عاونوني عليهم، كتجمع فلوس وكتخليهم عندها. خالي كل ربع كانت يصيفط لنا التقضيه. جده كانت كترميها غير باش ما ناكلوش. شحال من مره بتنا في الزنقه. واحد النهار مشيت معاه لواحد الحفله فيها بنادم تيسخف داكشي ديال الجدي وعساوه، من بعد غادي يضر بينا المقابر اننا نبوس لهم الريوس ديالهم، وكانت كتقرا على الحجر وكتسيبهم. كانت كدير بزاف ديال الامور اللي غريبين وما كيتفهموش. باقا نعقل كانت واحد النهار شداتني وكتفتني بواحد الخيط باش ترمي عليا شي ما فيه شي سحر. من حسن حظي انه في ديك الليله با غادي يخرج من الحبس، غادي تحبس وما غاديش تقدر تكمل دوك الطقوس ديالها ديال التشعويد. نسيت ما قدمت ليكم جده، جده هي سحاره وكدير شي حركات اللي هما غراب، كتدينا عند اليهود وكتقول لينا ديروا شي حركات عجيبين، وهذه قصه بوحدها. المهم فاش خرج بابا مشات في حالها ورجعنا لنفس السيناريو معاه. حتى لواحد النهار اختي الكبيره كانت كتقرا في السابعه، غادي تدخل للحصه نتاع التربيه الاسلاميه، غتبدا كتبكي وجات سولتها الاستاذه ديالها مالكي، عاودت ليها المعاناه ديالنا حنا بثلاثه من الاول للاخير. قالت لها الاستاذه راه عندي واحد صاحبتي كتقلب على شي بنيته انها تبناها، واش تبغيو تعطيوها اختكم الصغيره؟ غادي تجي هاد الاستاذه وديك صاحبتها وشافوا الدار كيف دايره، اللي كانت حالتها حاله ومكرفسين صحيا وماديا. بابا قبل باش انه يديوها، غير هو العجيب في الامر انه خالتي من قبل كانت بغات تبناني وهو رفض، ولكن بسهوله غادي يقبل باش انه اختي تبناها عائله ما كتجيناش بلا ما يسولهم شكون هما ولا شنو كيديروا. المهم اختي الصغيره مشات، تهنينا من جهتها واحد شويه. من مورا عام جات عائله بغات تبناني انا وعائله واحده اخرى اللي تبنات اختي الكبيره. تفارقنا هاد العائله مع من جيت انا، والله العظيم الا كيفيقوني كل نهار مع 6 ديال الصباح ونبقى نشقى ليهم من حاجه لحاجه، واذا ما درتش داكشي مزيان كيبقاو يغوتوا عليا، ديما تيحقروا عليا. وفي العطل كانت اختي الصغيره والكبيره كيمشيو عند جده العروبيه باش يبقاو معاهم، انا كانوا مانعين عليا. حتى للصيف عاد كيخليوني اذا جات اختي كبيره باش يبينوا ليها داك الوجه بلي انهم ضراف. هاد العائله تبنتني على اساس انني نكون بنتهم، لكن لسوء حظي كنت اكثر من عامله منزليه. فاش مشيت عطله مع اختي الكبيره قلت لعميها شنو كيديروا لي دوك الناس، وانا ما قادراش انني نرجع. قال لي ما ترجعيش عندهم، غادي نصيفطك لعند عمتك لمدينه واحده اخرى، غادي نقولها لدوك السيدات اللي كنت كنقول لهم خوالاتي اللي مربين الخواتات ديالي، غادي يقلبوا لي على واحد الخيريه اللي غادي ندخل ليها. ما نكذبش عليكم والله العظيم، منين دخلت ليها وانا مرتاحه فيها، لقيت الراحه ديالي فيها. من بعد العذاب ديال با وجده وعاود من جديد با وزادوا هاد الناس، غير انا دخلت لهاد الخيريه بنت ليا جنه. بقيت عايشه في هذاك المركب حتى درت 18 سنه، وغادي يصيفطوني للحي الجامعي اللي تابع للجامعه اللي انا فيها، وليت كنتقاتل وندير مجهود كبير باش نشد الدبلوم ديالي ونخدم، واخا هاد الوقت راه باك صاحبي غالبه. اختي الكبيره غادي تمشي تقرا في واحد المدرسه في مدينه واحده اخرى، واختي الصغيره باقا مع دوك الناس باقا كتقرا. با غادي يتزوج بمراه واحده اخرى، ولكن هاد المره هي اللي غادي تحكمه لانه ضربها شي مره وجابت ليه البوليس، ومن ديك الساعه هو يتردع ولدات معاه، وتقريبا هما بزوج نفس التربيه ونفس العقل. كان واحد الوقيته خرجوا بواحد الفيديو في الصحافه كيطلبوا فيه المساعده، مع العلم انه ما كان تيعطينا حتى شي ريال، ولو كان ما كانوش هاد العائلات اللي ربوا خوتي والخيريه ما كنتش نلقى باش نعيش. با عمره ما سول فينا ولا صيفط لينا الريال. هذه هي حكايتي، اما نصيحتي
قربوا من والديهم بزاف، يهضروا معاهم وزعما يحاولوا انهم زعما ما يحشموش من والديهم، يقولوا لهم داكشي اللي كاين داكشي اللي وقع، ما تكذبش على والديك، وخصوصا الام، حيت الاب بعض المرات صراحه كيكون بعيد شويه زعما كنحشموا داكشي. قراي قرايتكم، حيت القرايه راه هي اللي مهمه. تقفوا راسكم، تعولوا على حتى شي واحد، عولوا على راسكم، وبالله يديه والله يغفر ليه صراحه. ورك عليه على السخطة اللي سخطت عليه ماما الله يرحمها، حيت ماتت وهي اصلا نصب عليه وسخط عليه وبزاف ديال الحوايج. ولكن الصراحه بالنسبه ليا انايا ملي كنتفكر هادشي ما كنبقاش نحملو بعض المرات، وبعض المرات صراحه كيبقى فيا، كيبقى في هاد الحاله اللي ولا فيها دابا. صراحه ما نكذبش عليك، واخا هادشي كامل من الاسباب اللي كنقرا، كنقرا على ودو، كنقرا عليا انا، وكنقرا زعما على خوتي، وكنحاول انني نخرج للحياه نوجهها باش تاخوتي ان شاء الله الى خرجتهم الحياه ويوقعوا بزاف ديال المشاكل نكون انا معاهم. تخافوش من الابتلاءات، تخافوش من المصائب، كل ما جاتك ابتلاءات ما هي الا قرار الله كيبغيه، حيت الله كيختبرنا بهاد الابتلاءات اللي كتجينا. كونوا صابرين وهادشي اللي كاين. وهذه هي كانت حكاية نورة، عودت لي تفاصيل كثار وآلام ومعاناة. في الأول حلفتها واش هاد الأمور اللي كتعود لي صادقين ولا لا، لأنه كل مرة كنقول لكم كنسمع قصة كنكتشف معاناة في الشكل، وكنكتشف أمور اللي صراحة ما كيدخلوش للدماغ. ولكن فاش كنسمع الحقيقة باللسان نتاع هاد الناس وبالدموع نتاع هاد الناس، تنقول لا هادشي فعلا راه كاين. انا ما عرفتش هاد الاباء كيفاش كيقدروا يتجرؤوا انهم يولدوا ويتعدوا على ولادهم. هذا صراحه امر غريب وعجيب وما كيدخلش للمنطق. اذا انا ما قدش انني اسس عائله، يا اما نخلي ديك السيده بمعروف او لا ما نولدش، لانني مازال ما مستعدش. لاش غادي نجيب وليدات لهاد الدنيا كلهم عقد؟ لحسن الحظ الحمد لله انه هاد البنيتات ربي مرافقهم في اي حاجه، ورغم المعاناه ورغم بزاف ديال الامور اللي دازوا منها. تخيلوا لا ام لا اب لا عائله، امر ماشي بسيط ما غادي يحس به الا اللي ذاقوا. دعواتكم للنوره، خليوا كلام ايجابي للنوره باش ينهضبر الروح ديالها. وهذه هي كانت حلقتنا الليله، دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.